امبارح مصر اتعرضت لأكثر من هزة أرضية، ده مع تباين الآراء ببعض الناس اللي شعرت بالموضوع والبعض الآخر اللي ما حسش بيه تماما. احنا معانا النهارده الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. طبعا هنعرف منه ايه اللي حصل امبارح واي زلزال، هل لازم يستتبعوا عدد من التوابع ولا لا. هنفتح الموضوع مع دكتور جاد النهارده بإذن الله بشيء من التفصيل. برحب بيك يا دكتور وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، على حضرتك كل المشاهدين اهلا بيكم. اهلا وسهلا يا فندم. طبعا الناس امبارح انقسمت ما بين اللي شعر بالزلزال واللي لم يشعر بيه. مبدئيا نعرف، هي هزه واحده ولا اكتر من هزه تعرضت ليها مصر بالامس؟ اللي حصل امس كان هزه ارضيه او زلزال حصل الساعه 11 و24 دقيقه صباحا بالتوقيت المحلي للقاهره، لكن الهزه دي كان موقعها جنوب جزيره كريت، ودي بتبعد حوالي 420 كيلو من اقرب مكان على السواحل المصريه لمدينه مرسى مطروح. اذا هو كان بعيد تماما، مش في الاراضي المصريه، ويمكن حصل نوع من اللغط واللبس. احد المرتدي مواقع التواصل الاجتماعي كتب انه ان الزلزال بيحتفل بعيد ميلاده او كده، وده اطلاقا بعيد تماما عن الصحه، لانه جغرافيا ده في مكان وده في دوله تانية خالص، مفيش علاقه بين الاثنين. هل يا فندم احنا في منطقة زلازل عموما بشكل عام؟ لا 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 لا، مصر ما كانتش في حزام الزلازل، ومش وارد انها تدخل حزام الزلازل، احزمه الزلازل معروفه. لكن بالرغم من كده احنا عندنا اماكن فيها نشاط زلزالي، ومن حين لاخر بنرصد زلازل. عايز اقول لحضرتك ان بشكل يومي عندنا زلزالين او ثلاثه داخل الاراضي المصريه، معظمهم غير محسوس. بشكل يومي؟ ولما بيكون في بشكل يومي عندنا مواقع محطات الشبكه القوميه للزلازل بشكل يومي بترصد زلزالين او ثلاثه. في أماكن فيها نشاط زلزالي مستمر، عندنا على سبيل المثال منطقة شمال البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ده في زلازل قد تكون غير محسوسة نتيجة المنطقة ما فيش فيها توسعات عمرانية كبيرة، إلى أن برضو الزلازل دي قوتها لحد ما صغيرة، لكن ما زالت موجودة طبعا يا فندم، هو عندنا. البحر الأحمر أصلا يعني هو شق أخدودي كبير. بالظبط بالظبط، وما زال بيحصل حركة واتساع لشاطئي البحر الأحمر، وده اللي بيسبب النشاط الزلزالي اللي موجود. أضف إلى ذلك يعني منطقة البحر المتوسط اللي حصل فيها زلزال أمس، دي منطقة فيها نشاط وفيها زلازل أيضا بشكل شبه يومي، قوتها أكبر قليلا من الزلازل اللي احنا بنسجلها داخل الأراضي المصرية، وده كله يعني بنتابعه يعني عن قرب وبدقة عالية جدا. ولما بيكون مطلوب بنصدر بيان اعلامي عشان نطمن المواطنين، وايضا الجهات المسؤوله كل فيما يخصه يقوم بالدور المطلوب ليه. وخليني برضو انتهز الفرصه دي، يعني مؤخرا من عده اشهر بالتعاون مع مجلس الوزراء تم اعداد دليل ارشادي لمواجهه مخاطر الزلازل، وده مجلس الوزراء وزعه على جميع المحافظات. الدليل ده فائدته ايه؟ في ارشادات للمواطن العام لو حصل لا قدر الله زلزال يتصرف ازاي، الجهات الخدميه، الدفاع المدني، الاسعاف، المستشفيات، كل فيما يخصه يتصرف ازاي. لو حضرتك تذكر زلزال 92 كان معظم الخسائر البشريه اللي حصلت نتيجه سلوكيات المواطنين، تدافعات وتزاحمات، وطلبة في مدارس يتدافعوا وتزحمهم مع بعضهم، ناس ترمي نفسها من البلكونات ومن الشبابيك. القصة دي لو الناس فهمت حياتها كويس وإزاي تصرفهم، بطبيعة الحال هنقلل الخسائر. وده ممكن يعني برضو محور جديد قد يكون حضرتك أو حد يسأله، احنا نقدر نمنع زلزال؟ لا، ما نقدرش نمنع زلزال. نقدر نتنبأ بزلزال، ما فيش حد على مستوى العالم يتنبأ بزلزال، لكن ده فندم عكس البراكين بقى اللي هي بتكون معروف يعني بدايتها ونهايتها ونشاطاتها والكلام ده كله، البركان غير الزلزال. بالظبط. لكن اللي مطلوب حاليا وكل العالم بيشتغل عليه ان احنا نحد من المخاطر او الكوارث الناتجه عن الزلزال، ان يبقى عندي ارشادات ووعي للمواطنين يتصرفوا ازاي لما يحصل زلزال لا قدر الله، نبقى عندي كود انشائي للمباني تصمم بحيث تواجه الزلازل كل فيما يخصه، يعني كل منطقه لها بصمه زلزاليه معينه، يبقى المباني في المنطقه دي تتحمل الزلازل في المنطقه دهيت، وبالتالي كده قللنا الخسائر اللي قد تنتج.
حضرتك طبعا عارف ان الدوله المصريه مؤخرا بتضخ استثمارات هائله في مجتمعات عمرانيه ومدن جديده، واحنا شغالين مع كل الجهات المعنيه لانشاء تلك المباني والابراج على راسها، مثلا كانت ابراج العاصمه وحاليا في ابراج مدينه العالمين الجديده، بحيث تكون مصممه تتحمل الزلازل من تلك القوه اللي ممكن قد تحدث في المنطقه. طب قول لي يا دكتور جاد، بالنسبه للهزات بتاعه الامس، هي في مركزها كانت كام ريختر ووصلت لينا كام ريختر؟ هي المركز في المركز بتاعها جنوب كريت كان 6.4 والعمق بتاعها 25.7 كيلو تحت سطح الارض، ويمكن ده اللي خلى الدايره بتاعتها او دايره الشعور بيها كبيره شويه، اللي بعض المواطنين اللي شعروا بيها سواء في القاهره او على المدن الساحليه كانت يعني في معدل 2.5 او 3 مش اكتر من 2.5 غير محسوس، وده طبقا للبيانات اللي محطات اجهزه الشبكه الحكوميه للزلازل سجلتها. طبعا ربنا يسلم يا دكتور جاد، وطبعا احنا عارفين ان حضرتك عندك ارتباطات يعني في العمل، لكن كنا حابين حضرتك تكون معنا طبعا على الهواء عشان نطمن الناس ونقول ان الموضوع ده كان بعيد عننا، ولكن طبعا احنا شعرنا بالتبعات لانه كان في جزيره كريت او جنوب جزيره كريت في شمال المتوسط. بشكرك الف شكر دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه، كنت معنا على الهواء، بشكرك الف شكر.